بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح ناخذ المراجعة الثالثة لدينا، وهي مراجعة الحركة المتسارعة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح يكون لدينا مراجعة عن الحركة المتسارعة. طبعا احنا اخذنا المراجعة الأولى والمراجعة الثانية، واليوم راح نكمل على بقيه الفصول باذن الله سبحانه وتعالى. احب اني اشكر معد هذا الدرس الاستاذ الفاضل محمد العاملي، معكم مقدم هذا الدرس الاستاذ زاهر البارقي. فاليوم باذن الله سبحانه وتعالى كما قلت راح ناخذ اليوم باذن الله مراجعه الحركه المسارعه. حياك الله يا داليا، بس يا ريت لو سمعتيني تعطيني رقم واحد. طيب جيد، اذا في هذا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى راح يكون لدينا ثلاث اهداف راح نحاول ان نحققها باذن الله سبحانه وتعالى. الهدف الاول عندنا اللي هو التسارع، معرفه التسارع، ثم ايضا نطبق علاقات بيانيه ورياضيه لحل المسائل التي تتعلق بالتسارع الثابت، وايضا راح نحدد العلاقات الرياضيه التي تربط بين كل من الموقع والسرعه، بين كل من الموقع والسرعة. حياك الله يا ريان، حياك الله يا أمل ويا عمر ويا عمرو. فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى راح يكون عندي ثلاث أهداف في درس سهل جدا وسريع جدا، خليكم معنا في رحلتنا هذه. طيب عندنا الشريحة الأولى، ما الذي يحدث لتسارع الطائرة أثناء الإقلاع؟ ها يا شباب، انتم كلكم ما شاء الله اكيد انكم راكبين الطائرات وكذا، لما تقلع الطائره كيف يكون التسارع؟ يزداد، عمرو يقول يزداد، داليا تقول يزداد، ممتاز جميل جدا. اسلام عدل اللغه يا اسلام، امل تقول يزداد ايضا، ممتاز ممتاز. اذا الطائره اول ما تقلع خلاص تندفع بشكل قوي جدا وتكون تسارعها متزايد وبشكل ايش؟ وبشكل جميل جدا. طيب لما تطلع الطائره، طيب الآن لما تطلع هل التسارع يتوقف؟ يا شباب هل التسارع يتوقف؟ ريان يقول لا. كدراسة تحليلية، وعمرو أيضا يقول لا. طيب نشوف كدراسة تحليلية خلاص، إسلام يقول في الجو يتوقف، يعني كويس إنه في الآراء مختلفة. طبعا الطائرة لما تطلع خلاص تبتدي بايش؟ بتسارع عالي جدا وهي على المدرج، ثم وهي ترتفع ايضا يكون تسارعها عالي جدا حتى تصل الى كم؟ الى سرعه معينه وارتفاع محدد، فيثبت التسارع والسرعه لديها، فتثبت عندها ماذا؟ التسارع والسرعه ويصبحون على خط واحد. اذا التسارع في بدايه، عشان كذا السؤال لما جاء قال ما الذي يحدث للتسارع الطائره اثناء الاقلاع؟ اثناء الاقلاع تمام؟ مو بان لما تطير في الجو، لا، اثناء الاقلاع، لان التسارع فعلا اثناء الاقلاع بيكون متزايد حتى يصل الى ارتفاع محدد، ثم ايش؟ يتوقف الارتفاع وتتوقف الطائره عن سرعه محدده فتثبت او يثبت السرعه. طيب جميل جدا. كذلك القطار، لو اردت انا ان اصف حركه القطار عند الانطلاق، ها شباب ايش اللي يحصل للقطار عند الانطلاق؟ هل ينطلق القطار بسرعه واحده ام يكون تسارعه متزايد؟ طيب اسلام يقول يتسارع، هل البقيه يتزايد؟ ممتاز. امل تقول متزايد ايضا، داليا تقول يتسارع، اذا ممتاز. اذا هو يكون ايش القطار لما ينطلق من المحطه ستيشن تمام، ايش اللي يحصل؟ يبدا بسرعه خفيفه ثم تبدا سرعته في تزايد في تزايد في تزايد حتى يصل الى السرعه المطلوبه، فيتوقف القطار عن التسارع وتثبت السرعه وتثبت السرعه. طيب سؤال لكم، عندما يكون القطار متوقف تسارعه كم يكون قيمته؟ كم يكون قيمه التسارع؟ ها يا شباب ممتاز جميل جدا جميل. طيب ما هي الحالة الثانية التي يكون عندها التسارع أيضا بصفر؟ إذا أنا هنا شغلت السؤال الثاني، ها خلينا نشوف، عندما تكون السرعة ثابتة، ممتاز داليا عمرو ما شاء الله تبارك الله، ريان ثبات السرعة، إسلام يا سلام عليكم.
اذا السرعه اذا ثبتت السرعه يصبح عندي ايضا ايش؟ التسارع بصفر، معناته انه لو كان عندي سياره وتمشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه لا تزيد وما تنقص، في الحاله هذه التسارع يكون عندي بصفر، لانه اساس التسارع هو تغير ايش؟ السرعه، اذا صار في تغير السرعه سواء في ازدياد او في نقصان فيكون عندي ماذا؟ يكون عندنا التسارع. جميل جدا جميل. طيب خلينا نشوف الصور التي امامنا. احنا نتكلم هنا عن ماذا؟ بنروح نتكلم يقول لك صف سرعه العداء، نتكلم عن السرعه، سرعه العداء في مخططات الحركه التوضيحيه التاليه. خلينا نمسكها واحده واحده. السرعه هنا هل هي تتزايد او تتناقص؟ ها يا شباب السرعه في المكان هذا في الصوره الاولى. ها السرعه هنا في الاولى هنا في هذه هل هي تزداد؟ ها لا تندفعون كلكم. انتبهوا تندفعون. السرعة لاحظ الفرق بين النقاط، هذا مخطط نقطي وهذا مخطط تصويري، تمام؟ لاحظ من النقطة الأولى كانت سرعته ايش؟ بين النقطة الأولى والثانية سرعته عالية جدا، خلاص كان سرعته المسافة بينهم كبيرة معناته السرعة عالية، طيب بعدين أخذت ايش؟ المسافة تقل معناته سرعته أيضا بدأت تتناقص تتناقص تتناقص، إذا في الحالة الأولى هذه السرعة تتناقص، في الحالة الأولى خلاص السرعة لدينا تتناقص، إذا لو كتبناها هنا راح نكتب تتناقص. تمام؟ طيب في الحالة الثانية هذه يا شباب. في الحالة هل السرعة عمرو ثابتة وإسلام ثابتة، دالي أيضا ثابتة، ريان ثابتة، إسلام أمل يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. ممتازين، إذا السرعة هنا في الصورة الثانية تكون ماذا؟ السرعة ثابتة، السرعة ثابتة، جميل جدا. طيب في الصورة الثالثة يا شباب دعاء ممتاز يا دعاء احسن اسلام عمرو امل يا سلام عليكم يا سلام عليكم كيف تعرفون اذا كانت تزايدية او تناقصية؟ لاحظوا المسافات ما بين المخطط النقطي هذا تمام ولاحظوا ايضا طول الاسهم لاحظوا في البداية بدأ بسرعة خفيفة تمام كانت المسافات بسيطة ثم بدأت تزداد المسافات معناته انه كل شوي ايش؟ يزيد في سرعته، معناته انه كل شوي يزداد في السرعة إذا هنا تكون ايش؟ تزايدية، تكون السرعة تزايدية. جميل جدا، إذا هذه مخططات هذا يسميه مخطط تصويري وهذا هو المخطط النقطي اللي في الأسفل بيكون عندي ماذا؟ عندي مخططين في الصورة هذه، تصويري هذا اللي فوق نسميه مخطط تصويري وهذا نسميه المخطط النقطي وهي كلهم تعطيني ماذا؟ تعطيني صورة واضحة لحركة العداء وسرعة العداء. إذا زي ما قال إسلام ممكن نشوف السهم في الأسهم الموجودة خلاص؟ إذا كان بدأ من السهم الكبير ثم بدأت تقل أو خلونا من الأسهم ممكن ما يجيب لنا أسهم ممكن يجيب لنا فقط إيش؟ مخطط نقطي زي هذه. فإحنا نعرف السرعة إذا هي تزايدية أو تناقصية عن طريق المسافات بين كل نقطتين. لاحظ أنه في المسافة الأولى هنا كانت كبيرة معناته سرعته كانت عالية ثم بدأت تقل 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 إذا فهي ماذا؟ فالشخص هذا جالس يهدي سرعته أو سرعته في تناقص بعكس الشخص اللي موجود هنا. طيب جميل جدا. هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يقاس التسارع بوحدة متر لكل ثانية. أمل تقول خطأ، دانية تقول صح. دعاء خطأ. أوكي ها؟ اسلام تربيح ممتاز ممتاز جميل جدا جميل جدا. اذا ايش الخطا اللي موجود هنا في هذه؟ اولا قبل ما اعرف الخطر قبل ما اعرف الخطا هذه وحده ماذا؟ وحده؟ يا سلام عليك يا امل ما شاء الله تبارك الله ممتاز يا ريان اسلام احسنتم دعاء يا سلام عليكم. المتر لكل ثانيه هذه وحده السرعه هذه وحده السرعه لكن التسارع يكون ايش؟ متر لكل ثانيه لكل ثانية ايش؟ ايش اللي ناقصها الثانية؟ تربيع يا سلام عليكم ممتازين ممتازين جدا اذا يكون ايش؟ متر لكل ثانية تربيع اذا يقاس التسارع بوحدة المتر لكل ثانية تربيع وليس متر لكل ثانية اذا الاجابة اللي عندي هنا اجابة خاطئة اجابة خاطئة طيب جميل جدا جميل اختر الاجابة الصحيحة يبين منحنى السرعة المتجه الزمن بأن الجسم ماذا؟ عفوا، يا شباب
يتصارع ولا يتناقص؟ متأكدين؟ يا سلام عليك، متفق الجماعة كلهم أنه يتصارع. إذا الإجابة الصحيحة ما هي؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ بي. الإجابة الصحيحة بي، يا سلام عليكم. إذا إيش؟ هنا يكون الإجابة الصحيحة هي البي. طيب جميل جدا. طيب هنا ايش يبين منحنى السرعه المتجهه الزمن بان ايش؟ بان الجسم يتباطأ. يا سلام عليكم، جميل جميل جدا جميل. وحتى احنا لما نجي هنا خلاص ونبغى نعرف نتاكد اذا كان يتباطأ او لا، فاحنا ناخذ ايش؟ في الثانيه الاولى كم كانت سرعته؟ تقريبا 2.3، في الثانيه نقصت السرعه الى كم؟ الى تقريبا 1.5، ثم في الثانية الثالثة نقصت إلى 1، وهكذا، تمام؟ إذا فعلا مع مرور الزمن السرعة المنحنى هذا نحصله إيش؟ جالس ينقص. إذا الحل هنا بنقول أنه بين منحنى السرعة المتجهة الزمن بأن الجسم في حالة ماذا؟ في حالة تباطؤ. إذا الإجابة لدينا هي إي، الإجابة عندنا هي إي. طيب جميل جدا، ممتازين. طيب اختر الإجابة الصحيحة. يبين منحنى السرعة المتجهة الزمن بأن الجسم ماذا؟ ها؟ دعاء ما بنقول ساكن، ها وش نقول؟ يقف ساكن، يقف ساكن. اسماء يتحرك بسرعه منتظمه، عمرو، داليا، ما شاء الله عليكم. ها ريان يقول دي، يتحرك بسرعه منتظمه. ابراهيم يتحرك بسرعه منتظمه. امل يا سلام عليكم، ممتازين جدا. طبعا حكايه انه يقف ساكن خلاص معناته انه منحنى السرعه هذا المفروض يكون هنا عند الصفر، معناته ما في اي حركه نهائيا، تمام؟ لكن السياره هذه خلاص او الجسم هذا هو تحرك الى النص ثم الواحد ثم الواحد ونص، ثم ثبت السرعه عند ايش؟ عند 2 متر لكل ايش؟ لكل ثانيه. اذا السياره الان تتحرك او الجسم هذا يتحرك، لكن سرعته ثابته عند كم؟ عند 2 متر لكل ثانيه، فما اصبح عندي تغير في السرعه نهائيا. هو صحيح ابتدى من الزيرو من الصفر ومر على النص ثم الواحد ثم واحد ونص ثم ثبت عند كم؟ عند 2، ثم ثبت عند 2، اذا سرعته ثابته تماما عند كم؟ عند 2، اذا يتحرك ولكن بسرعه ماذا؟ بسرعه منتظمه، بسرعه منتظمه هنا. لو قلنا انه يقف ساكن معناته ما يتحرك. يقف ساكن معناته ما يتحرك، معناته انه الجسم هنا ايش؟ ثابت تماما ما يتحرك، لكنه يتحرك بسرعه منتظمه او بسرعه ثابته. اذا الاجابه عندي هنا هي ماذا؟ يا شباب الاجابه عندي ها يا سلام عليكم، ممتازين ممتازين. الاجابه عندي هي دي، الاجابه عندي هي دي، يا سلام عليكم، ممتازين. طيب اختر الاجابه الصحيحه. طبعا كثير من الطلاب كان في حكاية التصارع هذه شوية لخبطة، لكن أنت ركز معي في الكلام اللي راح ينقال، زين؟ يقول لك إذا كان اتجاه السرعة عكس، لاحظوا، عكس اتجاه التسارع في الاتجاه السالب، فإن السرعة تقل وبذلك يكون التسارع ماذا؟ إحنا دائما نتفق على أنه التسارع خلاص التسارع يكون ايش؟ عكس الاتجاه في حالة نقصان السرعة. اما في حاله ازدياد السرعه فيكون دائما متوافقا معه، تمام؟ في السياره هنا تلاحظون المخطط اللي هنا، هل المخطط هذا السياره معناته انها تنقص سرعتها او تزيد؟ هي رايحه جهه الشمال، جهه اليسار عفوا. هي رايحه جهه اليسار، تمام؟ ولاحظ ان التسارع هو جهه ماذا؟ يكون في العكس، اذا هنا يكون ايش؟ موجب او سالب؟ متاكدين؟ طيب ناخذ الرسم. ها شباب دائما خذوا لها قاعده خلاص، خلونا نفهمها مع بعض يا شباب، خلونا نفهم الكلام هذا مع بعض. اذا السياره خلاص رايحه وسرعتها تتزايد سواء جهه اليمين او جهه اليسار، سرعتها ماذا؟ في تزايد. دائما التسارع يكون معها في نفس الاتجاه، تمام؟ التسارع يكون معها في نفس الاتجاه وياخذ نفس الاشاره. اما اذا كان التسارع أو عفوا إما إذا كانت السيارة تتحرك جهة اليمين أو جهة اليسار ولكن سرعتها تقل، فالتسارع يكون عكس اتجاه السرعة، خلاص؟ يكون عكس إذا تباطأت، ويكون موافق إذا كانت السيارة في حالة تزايد. السيارة التي أمامي الآن هذه خلاص رايحة جهة اليسار،
وهي في حالة ماذا من المخطط هذا؟ في حالة انشغال، في حالة ماذا؟ تباطؤ. إذا التسارع ياخذ العكس على طول. تمام؟ إذا هنا التسارع لاحظوا أن السهم الأحمر رايح جهة اليسار، بينما التسارع رايح جهة ماذا؟ جهة اليمين. إذا فالتسارع هنا راح يكون ماذا؟ موجب أو سالب؟ موجب. يا سلام عليك يا عمرو. السلام يقول موجب، أسماء موجب، ممتازين، يا سلام عليكم. إذا حفظت القاعدة كل شيء يمشي معك زي السلام عليكم، تمام؟ إذا حفظت القاعدة أهم شيء. في حالة تزايد السرعة الاتجاه السيارة والتسارع يكون نفس الاتجاه. في حالة التناقص يكون ايش؟ يكون الاتجاهين متعاكسين. طيب إذا هنا الإجابة عندي أن اتجاه التسارع راح يكون ايش؟ موجب ولا سالب؟ اتفقنا على أنه موجب. إذا الإجابة هي ماذا؟ هي أي. الإجابة هي أي. يا سلام عليكم، ممتازين، ممتازين جدا. طيب خلينا نشوف اللي بعده. كيف تصف سرعة العداء المتجهة وتسارعه من خلال منحنى السرعة المتجهة الزمن مبين في الشكل المجاور؟ طبعا هذا المنحنى خلاص زي منحنى الطائرة بالضبط، زي منحنى الطائرة بالضبط. بداية من صفر خلاص إلى المكان هذا اللي هي 7 تقريبا 8 6 إلى 10 هنا خلاص، من الصفر إلى 10 متر لكل ثانية أخذت ايش؟ أخذت الطائرة في تزايد، أخذت الطائرة في ماذا؟ في تزايد، حتى ثبتت السرعة عند كم؟ عند العشرة. يا سلام عليك، يا سلام عليك. إذا نستطيع أن لو كتبنا هنا نقول ايش؟ أنها تتزايد أنشر، ايش نكتب؟ أبغى أحد يمليني ويكون صحيح، تتزايد السرعة من كم إلى كم؟ أنشر. تتزايد السرعة حتى وصلت كم؟ حتى وصلت السرعة كم؟ ثبتت عند كم؟ أنشب هذا كم؟ يا سلام عليك، عند العشرة متر لكل ثانية، عند العشرة متر لكل ثانية، تمام؟ إذا هي في حالة تزايد حتى وصلت عند العشرة متر لكل ثانية، ثم ثبتت أو تم تثبيت السرعة عند كم؟ عند العشرة، عند العشرة متر لكل ثانية. طبعا هو الرسم المفروض أن يكون أكثر دقة من هذا، لأنه الواضح الواضح أنه إيش؟ أن السرعة هنا في تزايد في تزايد في تزايد حتى وصلت هنا ثم ثبتت ثم أخذت بعد ذلك في إيش؟ في التناقص عند بداية إيش؟ عند بداية الرقم هذا، عند الثمانية تقريبا، عند الثمانية لو احنا مشينا بنفس الكلام اللي هو مرسوم. لكن احنا يهمنا ايش؟ انه فعلا الطائرة هذه خلاص او العداء هذا كانت سرعته في تزايد حتى وصل عند سرعة كم؟ عند سرعة العشرة اللي هي هنا، ثم ثبتت السرعة هذه، ثم ثبتت السرعة هذه. اذا هذا هو شرح مبسط لعملية ماذا؟ عملية السرعة. فاذا هنا التسارع هنا اصبح بكم لما ثبتت السرعة يا شباب؟ كم اصبح تسارع؟ يا سلام عليكم، ممتاز يا عمرو، امل، داليا، ريان، يا سلام عليكم، ما شاء الله تبارك الله، ممتازين، ممتازين جدا. اذا فعلا صحيح راح يكون ايش؟ بصفر، لان السرعه اصبحت ثابته. جميل جدا، جميل. طيب اختر الاجابه الصحيحه. اذا كان اتجاه السرعه في اتجاه التسارع، لاحظ في اتجاه ماذا؟ التسارع، في الاتجاه الموجب، فان السرعه، لاحظوا من هنا كاتب ايش؟ تقل، لكن المخطط اللي عندي هنا يدل على ان السرعه ماذا؟ ها يا شباب؟ يدل على ان السرعه تزيد، تتزايد. اذا هنا عندي خطا مطبعي، تمام؟ عندي خطا مطبعي هنا، ليست تقل ولكنها تزيد، فان السرعه ايش؟ تزيد، وبذلك يكون التسارع ايش؟ موجب ولا سالب يا شباب؟ ها؟ ممتازين، يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. ليش؟ لانه في حاله تزايد السرعه اتجاه التسارع واتجاه السرعه يكون لهم نفس الاتجاه، تمام؟ باتجاه السرعه، التسارع يكون بنفس اتجاه السرعه، اذا هنا يكون ايش؟ يكون التسارع موجب، يكون التسارع ماذا؟ موجب، يا سلام عليكم، ممتازين جدا، ممتازين. طيب، نشوف الشريحه التي تليها. هذه الشريحه شريحه مهمه جدا يا شباب، وصراحه انا اشوف انها
الشرائح صراحة لو أنا فكرت إني آخذ الكلام اللي موجود عند كل المنحنيات. من يقول لي هنا ما هو المنحنى الذي تكون السرعة والتسارع فيه في تزايد؟ بس سمي لي أنا كذا الذي يكون فيه السرعة والتسارع فيه تزايد بي بي ودي، اكتبوها مرة واحدة، اكتبوها جنب بعض عشان افهم معكم. بي ودي، دالية تقول بي ودي، اسلام تقول بي ودي، ممتازين يا سلام عليكم. اسماء، طبعا السؤال اللي قلت فيه اسماء هو ما هو المنحنى من المنحنيات هذه؟ خلاص هذه كل منحنى يمثل عداء. طبعا ما هو العداء الذي او العداء او العداءون الذين ايش يكون سرعتهم وتسارعهم في تزايد؟ طبعا دي وبي، ممتاز. هذول المنحنيين هم اللي يكون ايش السرعة والتسارع في التزايد. طيب بالنسبة لـ A و E ايش وضعهم؟ ها شوف، بالنسبة لـ A و B السرعة كم؟ السرعة ثابتة منتظمة، يا سلام عليكم. السرعة منتظمة أو ثابتة، يا سلام عليك يا أسماء، ممتاز. ريان، أحسنت. عمرو، إسلام، جميل جدا. السرعة تكون ايش؟ منتظمة. في تسارعهم بكم هنا؟ في العداء A والعداء E كم تسارعهم؟ جميل جميل جدا منكم، يا سلام عليكم، احسنتم احسنتم صراحه، تستاهلون ان احد يفضل لكم، ممتازين. طيب ايش وضع سي يا شباب؟ ابي احد يكون ذكي كذا. ريان يقول تتناقص، يا سلام عليك. امل، اسمع، يا سلام عليكم، يكون هنا في تناقص او تباطؤ. جميل جدا جميل جدا. المنحنيات هذه تعتبر من المنحنيات المشهوره جدا، تمام؟ حاولوا انكم تعرفوها، فاذا هنا المنحنى هذا يكون عندي فيه تباطؤ. طيب خلينا نكمل السؤال. يقول من منحنى السرعه المتجهه الزمن، حركه العداء بي تدل على ان الجسم يسير بسرعه ماذا؟ هو اتكلم عن بي، بسرعه ها يا شباب تزايديه، يا سلام عليكم، ممتاز. اذا العداء بي تدل على ان الحركه ماذا؟ تزايديه. الحركه تزايدية منتظمة، تمام؟ العداء مين؟ لأنه قال لي عداء، العداء بي. طيب وهذا يعني أن تسارعه ماذا؟ موجب وسالب. موجب، يا سلام عليكم، أن تسارعه موجب. إذا تسارعه ماذا؟ موجب أو تزايدي أو الواضح لدينا أنه إيش؟ موجب. إذا هذا الكلام هو الكلام الصحيح في الرسمة هذه، وهي من أجمل صراحة الرسمات. طيب جميل جدا، خلونا نتحرك. عندما يقذف الجسم لاعلى فان تسارعه يكون ماذا؟ يا شباب صفر. اسمع، عندما يقذف الجسم لاعلى فان تسارعه يكون، متاكدين؟ موجب. انتبهوا، لا يغضبكم اسلام وعمرو. الجسم لما ارميه لفوق التسارع هنا يكون عندي تسارع الجاذبيه الارضيه، تمام؟ تسارع الجاذبيه الارضيه، لكنه الان عكس الجاذبيه، وهو طالع فوق عكس الجاذبيه، يا سلام عليك يا اسمع، ممتاز. اذا يكون ايش؟ يكون التسارع هنا راح يكون عندي تسارع ايش؟ سالب. وقيمته كم يا شباب؟ كم قيمه التسارع؟ سالب كم؟ يا سلام عليكم، سالب 9 فاصلة كم؟ 8 من 10 متر لكل ايش؟ لكل ثانية ترقيع. إذا هذه انتبهوا لها كويس، هذه انتبهوا لها كويس، تمام؟ الجسم لما يقذف إلى الأعلى يكون عكس الجاذبية الأرضية، عكس ايش؟ الجاذبية الأرضية، فيكون تسارعه ايش؟ بالسالب. أما إذا سقط الحجر من الأعلى فهو يكون في نفس اتجاه الجاذبية الأرضية، فيكون تسارعه بموجب. طيب جميل جدا، أبغى أسألكم سؤال، ما هو رمز التسارع الجاذبية الأرضية؟ أحد يعرف رمز التسارع الجاذبية الأرضية؟ يا سلام عليك يا داليا. عمرو، ممتاز، لكن خذ الاسماء يا عمرو، اسماء ممتاز جدا. اذا هو حرف ايه؟ حرف الجي، حرف الجي، ممتازين ممتازين جدا، وهذا بينفعنا في حل المعادلات. طيب جميل جدا. طيب خلينا ناخذ السؤال هذا، يقول لك قذف صبي حجرا الى الاعلى، تمام؟ فوصل الى اقصى ارتفاع له بعد 3 ثواني. بعد كم؟ 3 ثواني. احسب السرعة التي قذف بها الصبي الحجر. عندي صبي، خلاص، والصبي هذا طبعا ايش؟ الصبي هذا رمى حجر الى وين؟ الى الاعلى. فوصل عند اقصى ارتفاع له بعد كم؟ بعد زمن 3 ثواني، اذا اعطاني ايش؟ اعطاني الزمن بانه كم؟ 3
ثواني بأنه عمره ثلاثة ايش؟ ثواني. طيب ايش أعطاني أيضا؟ أنشبه. أعطاني أيضا شيء ثاني. أعطاني الجاذبية الأرضية، ممتاز جدا. الجاذبية الآن بقيمتها بكم؟ كم الجاذبية؟ بسالب 9.8 من 10 متر لكل ثانية تربيع، ممتاز جدا. وأسماء ما شاء الله أعطتني أيضا معلومة جديدة، ممتاز يا أسماء. ها؟ أيضا في شيء ثاني أعطيه هنا عند الارتفاع، عند أقصى ارتفاع، السرعة النهائية كم؟ كم السرعة النهائية عند أقصى ارتفاع يا شباب؟ أنت لما ترمي حجر للأعلى أقصى ارتفاع يصل لك السرعة النهائية تكون بكم؟ بصفر، ممتازين، يا سلام عليكم. السرعة النهائية راح تكون عندي بصفر متر لكل ثانية. جميل جدا، جميل جدا. إذا هذه هي تقريبا كل المعطيات الموجودة عندي. هذه تقريبا كل المعطيات الموجودة عندي. طيب، ما هي المعادلة المناسبة لهذه المسألة؟ طبعا إحدى المعادلات اللي كانت مكتوبة عندنا اللي هو أن السرعة النهائية تمام تساوي السرعة الابتدائية زائد جي في تي اف في الزمن النهائي، هذه احدى معادلات السقوط. طيب جميل جدا. لو عودنا هنا في المعادله هذه البي اف كم قيمتها؟ صفر تمام؟ البي اف قيمتها صفر، جميل جدا ممتازين. البي اي هي المطلوبه عندي، لانه يقول لك احسب السرعه التي قذف بها الصبي الحجر، فالبي اي مجهول، راح ننزله زي ما هو بي اي. جميل جدا. طيب عندي هنا الجي، الجي عندي بالسالب، معناته الاشاره هذه بتتغير الى ايش؟ تصبح ماذا؟ لان سالب معموله بيصبح هنشر، راح تصبح سالب، راح تصبح سالب. لو احد سالني ليش انا غيرت الموجب هذه الى السالب؟ بقول له لانه الجي هنا عندها اشاره ماذا؟ اشاره سالب. فالسالب مع الموجب الاساسيه هذه بتصبح ماذا؟ سالب. اذا السالب 9، لو جينا حطيناه نقول 9.8 من 10 ضرب الزمن اللي اعطاني اللي هو كم؟ اللي هو 3. اذا بشيل، يا سلام عليكم ممتازين، بشيل هذا كله كامل، خلاص بشيل المعطى هذا كله كاملا واوديه للطرف الاخر بعكس الاشاره تمام؟ بعكس ايش؟ الاشاره، فالاشاره عندي سالب، الاشاره عندي سالب. طيب 9 ضرب 8 من 10 9 عفوا 8 من 10 ضرب 3 كم يطلع لنا الناتج عندي؟ ها اذا بيطلع عندي هنا في اي راح يساوي لنا كم؟ 9 8 من 10 ضرب 3 بيطلع عندي تقريبا كم؟ 29 تقريبا 29.4 تقريبا كم؟ 29.4. طيب ايش الوحده اللي نكتبها هنا؟ اذا السرعه الابتدائيه 29.4 ايش وحده السرعه؟ عفوا ايش مده السرعه؟ متر لكل ايش؟ ثانيه. بدر وين يا بدر؟ لان هذه متر لكل ثانيه، ممتاز يا بدر، لكن ركز معي الله يخليك، ها، لاني انا قاعد اتكلم هنا عن ماذا؟ عن السرعه، قاعد اتكلم عن السرعه التي قذف بها الصبي الحجر. طيب ممتاز جدا. مفهومه المساله هذه يا شباب؟ هل المساله هذه مفهومه؟ واضح المساله هذه يا شباب؟ جميل جميل جدا، جميل جميل، يا سلام عليكم. طيب خلونا ننتقل اذا الى الشريحه التاليه. طبعا احنا اخذنا كمراجعه للدروس تذكرنا فيها الحركه المتسارعه الحركه المتسارعه، طبعا اخذنا فيها منحنى السرعه المتجهه الزمن تمام، ودرسنا بعد ذلك التسارع وعرفنا التسارع بانه التغير السرعة بالنسبة للزمن، وعندنا في التسارع عندي شيء اسمه التسارع المتوسط، وعندي التسارع ايش؟ اللحظي. من يقول التسارع اللحظي ما هو يا شباب؟ يا شباب هو تغير السرعة عندي ايش؟ عند لحظة معينة، تغير السرعة عند لحظة معينة بنسميه التسارع اللحظي تمام؟ ثم عندي السقوط الحر، وعرفنا السقوط الحر، وعرفنا ان الجاذبية الأرضية لأي جسم يصعد الى الاعلى تكون قيمتها ماذا؟ موجب او سالب؟ انشر تكون بالسالب، يا سلام عليكم. اذا عندي هنا في السقوط الحر عندي الجي، الجي هذه مهمه جدا ولها معنيين. اذا كان الجسم
صاعد الى الاعلى، خلاص اذا كان الجسم صاعد الى الاعلى، او يكون الجسم ماذا، او ان الجسم عندي يكون صاعد، او ان يكون نازل للاسفل. في الحاله هذه، في الحاله هذه كل واحده لها معنى، في الحاله هذه كل واحده يكون لها معنى عندي. فاتمنى انكم بس انكم تراجعون الشيء هذا لانه جدا مهم. فالجسم اذا كان صاعد الى الاعلى تاخذ اشاره سالب، اما اذا كان نازل للاسفل راح تاخذ اشاره الموجب. ثم اخذنا التسارع الناتج عن الجاذبيه الارضيه اللي هو الجي. ايضا احنا طبعا تقريبا شملنا الفصل هذا، لكن احب ان ارجع الى شيء واحد فقط في المعادلات او في الرسمات حتى اركز عليها بشكل واضح جدا، اللي هي التسارع. اذا يا شباب هنا بس ابغى اتاكد من ان الكل فاهم الكلام اللي انا قاعد اقوله في حكايه التسارع. التسارع اذا كانت السرعه تزايديه، خلاص فالتسارع ياخذ اتجاه ايش؟ ياخذ نفس الاتجاه اللي هو الموجب، تمام؟ او السالب. اذا هي الموجب، اذا هي في اتجاه الموجب فياخذ الموجب، واذا هو في اتجاه السالب فياخذ السالب. طول الجسم المهم في حاله ايش؟ تزايد السرعه، في حاله تزايد السرعه. اما اذا كان الجسم في حاله تناقص للسرعه فدائما اذا كان الجسم يروح يمين فالتسارع يروح ايش؟ يروح يسار. يتعاكسون دائما في حاله تناقص السرعه. المفهوم هذا يا شباب اهم شيء انكم فاهمين هذا، فهمتم هذا كويس. مفهوم؟ يا سلام يا جماعه، ها البطيئه. جميل جدا، جميل جدا. طيب يا سلام عليكم. اذا احنا تقريبا شملنا تقريبا كل مراجعتنا لهذا اليوم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يريكم التوفيق. هذه المراجع لمن اراد